5 دولارات لمجرد هواء في أيسلندا، مكان مثالي لدرب السياح، ولكن الأسعار هناك فلكية. بإمكانك خلال أسبوع في رحلة إلى أيسلندا إن كنت من الطبقة الفوق المتوسطة صرف ما يوجد في بطاقتك المصرفية. متوسط سعر طبق الطعام 30 دولار، زجاجة الحليب 1 دولار، حذاء رياضي 124 دولار، وبالنهاية 5 دولارات لمجرد هواء. ولكن لا تنسى أن أيسلندا مكان مثالي للسياحة. هذه دقيقة واحدة، نراكم في الحلقة القادمة.